هانكا اخذ الصراحة يون وضرع. اهلا اصدقاء، مرحبا. هذا الفيديو مثير للجدل من جديد. يظهر او تظهر قصة او حادث صراحة مروع لهذه السيدة التي سنتحدث عنها وستشاهدونها في هذا المقطع، والتفاصيل التي ستبديها وستشرحها وترويها لظهور الأسد، أسد الأطلس، من جديد. هل فعلا هذه القصة أو الأحداث يعني هي تقصد الأسد بالذات أم حيوان آخر؟ فلنرى شهادتها، شهادة حية تزور أو فرقة أمود المعروفة على اليوتيوب، تزور هذه السيدة لكي تحكي لها قصة مصادفتها للأسد أو ما بدا لها أنه أسد حقيقي، وشهادتها كالتالي. انت بازاي فيني هاي دز جمع شفت الغي واقع إيجي غي مشي إيكش الخير هلا ندي بهاي ما دي أدفر رماند شرف أنتي تسويل بهاي إيغا صوصان تيخ. تقول السيدة كالعادة هي ذهبت لرعي الأغنام، كذلك هي تحتطب عند خروجها للرعي، وفجأة عندما كانت في الغابة في أعالي الجبل توقفت فجأة الأغنام، فهي بطبيعة الحال ستندهش لماذا توقفت وستستغرب، فبالأغنام تتراجع إلى الخلف، وهي ترى في تلك اللحظة بالذات ترى حيوانا تحت شجرة البلوط، شجرة بلوط يعني قبالتها، فترى حيوان ضخم في تلك اللحظة. والو الغسيل هي الغالية سجاوتها السافت والخويا كما تشانتا ميجاني ضر إزي ساون ميسر خنيين زادن إزولار إزي ساون اللي فاسيل ويجيسي مسكات الغسيل هو تيني مغلطي جاوتها السافت إيها إسني الشري ضواس نيغاش تلغلب هاي ماس شينتي غفنتي واشات ذلك الحيوان كان ضخم جدا، له قوائم بها زغب كثيف تقول حتى أطراف الأرجل، وقام من مكانه في تلك اللحظة ونثر التراب بأرجليه أو برجليه، ففي تلك اللحظة هي اندهشت وارتابها خوف شديد بطبيعة الحال، لأن المنظر مرعب خاصة الحيوان ضخم. دروغي تنضيخ خاصة كنزيلة. وتزن دغيا غير يختها ولي سيدي. نيغاش تين وتيجي بهايم، تين وتيجي بهايم. ولينو لي سافيا عالي، إلو لي تسجسال. هاو تسم درخد البهايم، ها 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 ها، اللي تعرف خرا تشفق. نيغاش يقد وينا ولا عريم خصي ربي ونوض الرا. نيغاش وسن. المسكينة البهائم من خوفها ورعبها الشديد تراجعت وهربت إلى تراجعت إلى الخلف، هربت واحتكت بها وأسقطتها أرضا المسكينة حتى تأذت في وركها وحست بألم. سيد يا ريال ما يداني غادي يضر عمي تين تضاري أوف صغير تشايض أوف صغير وهنا ينغى فيه الهاي مزون تنساش الغار في كولين زريق شارون تقلبا بين تاتي تيخ تلفا زريق شارون تفضوان زريق شارون تنزين التين غي وضال تلين تيوزانتي وهنا ينغى فيه الناس كيصا وهربت الأغنام. في تلك اللحظة عند سقوطها هي أيضا قامت فهرولت إلى الخلف، هربت أيضا هي المسكينة، والأغنام تقول أنها لا تريد التقدم أكثر والسير يعني إلى الأمام في تلك الغابة. يقوم ذلك الحيوان بإصدار صوت قوي يعني مرعب، صوت عالي تقول كزئير الأسد نتبع من والي شنو من تقول يعني أسد هنا نقول سيريا ديري تاولي زيدينيا لا تينيو يدعي كتير عاز تنزل بلا ويتغي علينا قلت زيتي كيوت من وزيب كسينيا صافي تقصد وسانت كي غادي نتا علاش على سنيه اش نيا نمت تقول يعني تقول ان البهائم انها لا تخرج البهائم وهي حبيسه الحظيره ولا تريد الذهاب الى تلك الغابه والى اعالي الجبال خوفا من هذا الحيوان. هنا
صاحب القناة أو هذه الفرقة فرقة أمودو، هذا السيد سيريها بعض الحيوانات أو سنرى إن كانت فعلا يعني هي شاهدت أسدا أو حيوانا آخر. هو هذا السير غريتوني. لا نمر أيضا. لا هو لا غريتوا. يا هو. ولم يكن مصدقا. زيدا. هيكا. زيوم ناصر من تدري بهاي متشسع. عندما رأت صورة الأسد تقول أنه فعلا كان هذا. كان أسدا فعلا تقول. ويعني ذلك الزغب يشبه تلك الصورة التي رأتها هي في الغابة. الزغب الذي بجسده تقول فعلا أنه كان هكذا بهذه الصورة وبهذه الصفات. زندوا هذه زوم توايقي ماري بالتالق موسولتين دارنا قر قر رضار خاتر خاتر رضار رواية دار الجايد الحام أم والصريضن وغيول حسوكنا من الصيام هاته يتشصار مستر حربي ايوه يعني سامحه حك من الزوز ايوه سامحه كويس كادران وشكو ايزم ان المدن العلماء ورسول الله وكهك المغرب ورسول الله وك ماشي يحجي ربي الله يزم تقول ان الحيوان الذي رأته فعلا هو باستفات الاسد كما تراها كما تراها في الصورة تماما بذلك الزغب الكثيف وبتلك الضخامة وبالأطراف الغليظة أيضا لكن الفم بالخصوص تقول أنها لم ترى الفم لأنه كان متواريا تحت الشجرة وربما كان تحت ظل أيضا فلم تلاحظ تلك يعني تلك التفاصيل تقول أن الحيوان ضخم جدا كضخامة يعني الجحش أو الجحش عند الولادة تقول أنه ضخم كبير كلمتي تسفيت تسلاتي بوالي نسيات نيك سيارة في هذه اللحظة هي كما قالت أنها سمعت زئيره أو ذلك الصوت العالي الذي أصدره ذلك الحيوان فسيتأكد سيحاول التأكد إن كان فعلا زئير أسد أو زئير أو صوت حيوان آخر سيسمعها صوت الأسد وسيسألها رأيها إن كان فعلا ذلك هو الصوت الذي سمعته أم لا. هي قلدت الصوت وتقول أن الصوت كان عالي وقوي جدا وكان مسموع في تلك المنطقة كلها في الغابة وكان قوي جدا. تقول أنه كان صوتا ضخما هائلا مروعا يعني عالي جدا وكان مسموع بشكل كبير جدا وكان صوت يعني متواصل طويل وليس يعني صوت قصير أو متقطع كانت صرخة واحدة فقط ولكنها طويلة تقول فعلا هذا هو الصوت وهذا هو الزئير وزئير أسد هو الصوت فعلا الذي سمعته والذي أصدره ذلك الحيوان في خزر في مقرض الرعنس ايه زهر وليت عمقون يغض بعد يزهر سبحان الله إذا كان فعلا يعني ظهور الأسد في غابات المغرب هذا الشيء يعني أكيد ومخيف لكنه أمر مثير للاهتمام يعني ظهور أسد الأطلس من جديد في حين يعني منذ عدة سنوات قيل أنه انقرض فلنرى إن كان فعلا هو أسد الأطلس كما تقول هذه السيدة أنها رأت أسد الأطلس فعلا
فما رأيكم إخوتي؟ هل فعلا سيكون هو أسد الأطلس ظهر من جديد؟ أو يكون حيوان آخر قريب شكل من شكل الأسد أو من صوت الأسد؟ فلنرى إن كان هناك جديد في الأيام القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الدعم أصدقائي ووضع تعليقاتكم في هذا الصدد. تحياتي لكم.